وينضم إلينا من بغداد مراسل غاد محمد فاضل. إذا محمد، وفقا لما أعلنه وزير الداخلية العراقي بتحقيق شامل وذلك في أحداث المقدادية، هل تحددت ملامح هذا التحقيق؟ هل تحددت كيف ستكون الخطوات؟ يعني على الأرجح لم يحدد، لكن على ما يبدو أنا حالة أو محاولة لتهدئة الأوضاع هناك في قرية الرشاد وفي ناحية المقدادية عموما، لأن الأوضاع هناك تبدو متشنجة جدا. الجميع يعني يترقب ما ستؤول إليه الأمور هناك، خصوصا وأن القرية التي هجمت من خلالها قرية الرشاد هي قرية أيضا يسكنها بعض السكان، لكن فيها بعض من مسلحي داعش من يختبؤون في تلك القرية، وبالتالي يعني هي محاولة من قبل وزير الداخلية لتهدئة الأوضاع وعدم الذهاب إلى اختتال ما بين العشائر أو ربما اختتال ما بين الطوائف الموجودة هناك في محافظة ديالى، خصوصا وأننا نعرف بأن محافظة ديالى تضم الكثير من العشائر المختلفة والطوائف المختلفة وحتى الأعراق المختلفة، وبالتالي الذهاب وزير الداخلية برفقة نائب قائد العمليات المشتركة وأيضا يعني مستشار الأمن القومي ووزيرة الهجرة كانت هي نوع من الطمأنة، وزارة جرحى الراقدين في المستشفى وأيضا واسى أهالي الضحايا وقال لهم بأن التحقيق سيكون جاري وشامل للعملية التي حدثت وأن المسؤول عن هذه العملية سيلقى العقاب، إضافة إلى محاسبة جميع المقصرين سواء من الجزء الأمنية أو حتى من المتواجدين هناك في تلك المنطقة، وبالتالي نوعا ما هدأت الأوضاع هناك بانتظار ما ستؤول إليه هذه اللجنة التحقيقية. بالعادة هذه اللجنة التحقيقية تأخذ وقتا طويلا، يعني قد لا نرى النتائج على أرض الواقع خلال ساعات أو أيام، قد تأخذ وقتا طويلا لحين الامساك بأحد أطراف هذه الجريمة ومن ثم الذهاب إلى التحقيق الكامل والفوري في مسألة من اشترك في هذه الجريمة، من سهل لهم مسألة الدخول إلى هذه القرية، من قام بالقتل، من اعتدى أولا، كل هذه الأمور ستكون حاضرة ربما خلال يعني أسابيع من الآن. نعم، شكرا جزيلا لك محمد فاضل مراسل غد، كنت معنا من بغداد.